السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. اللغة العربية يوم الاستقلال. إعداد معلمات الصف الثاني بإشراف المشرفة ريما ياسين. الآن يا أبطالي لننتقل صفحة 78 ونكمل حل التدريبات ونركب من المقاطع كلمات ثم نكتبها. ما لا بي سو، ملابس. ما سا جي دو، مساجد. ما نا زي لو، منازل. مو مشاهدة، مشاهدة. مو سا عا دة تون، مساعدة. مو قا با لا تون، مقابلة. أحسنتم يا صغاري، أحسنتم. بالتالي أعيد ترتيب الكلمات لأكون جملتين مفيدتين. شاركت في وفاء المدرسة احتفال. لنكون جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية: وفاء شاركت في احتفال المدرسة. جملة فعلية: شاركت وفاء في احتفال المدرسة. وفاء اسم، إذا جملة اسمية، وشاركت فعل، إذا جملة فعلية. تدريب التالي: أعيد ترتيب الجمل لأكون فقرة. عن يوم الاستقلال، ثم قرأت في الإذاعة المدرسية موضوعا، فصفقت لها الطالبات، ذهبت ريمو إلى المدرسة. سنقوم يا أبطالي بترتيبها بوضع الرقم فوق كل جملة. ذهبت ريمو إلى المدرسة، ثم قرأت في الإذاعة المدرسية موضوعا عن يوم الاستقلال، فصفقت لها الطالبات. لنضع رقم واحد فوق ذهبت ريم إلى المدرسة، رقم اثنان فوق ثم قرأت في الإذاعة المدرسية موضوعا، رقم ثلاث عن يوم الاستقلال، ونضع رقم أربعة فصفقت لها الطالبات. التدريب التالي لنكمل على نمط المثال. الأول، الثالث، الخامس. لنرتب بالترتيب: بعد الأول يأتي الثاني، بعد الثاني يأتي الثالث، بعد الثالث يأتي الرابع، بعد الرابع يأتي الخامس، وهكذا. أضع الشدة فوق الحرف الملون في كل كلمة ثم ألفظ. حمل، قطعت، نجح، وصلت. نعيد قراءتها مرة أخرى: حمل، قطعت، نجح، وصلت. إذا على حرف الميم نضع شدة في الكلمة الأولى، وفي الكلمة الثانية نضع على حرف الطاء، وفي الكلمة الثالثة على حرف الجيم، وفي الكلمة الأخيرة على حرف الصاد. والآن لنستخرج من درس القراءة يوم الاستقلال أربع كلمات فيها حرف الشدة أو فيها حركة الشدة، ونلفظها ثم نكتبها. هيا نستخرج يا أبطالي، نذهب إلى درس يوم الاستقلال. إذا الكشافة، حرف الشين عليها شدة. نزين، حرف الياء عليها شدة. أيار، حرف الياء
لها شدة. السنوي، هذه الكلمة شدة على حرف السين وشدة على حرف الياء. أحسنتم يا صغاري. والآن لنستخرج أيضا من درس القراءة يوم الاستقلال كلمة فيها لام شمسية وكلمة فيها لام قمرية ثم نكتبها، ولنتذكر أن كلا من اللام الشمسية واللام القمرية تكتب، لكن اللام الشمسية لا تلفظ، أما اللام القمرية فتلفظ. حركة اللام الشمسية الشدة وحركة اللام القمرية السكون. هيا اذهبوا إلى درس يوم الاستقلال واستخرجوا كلمة فيها لام شمسية وكلمة فيها لام قمرية. لام شمسية السنوي كتبت ولم تلفظ، السنوي. لام القمرية الاستقلال كتبت ولفظت. أحسنتم يا صغاري. أبطالي لا تنسوا حل تدريب صفحة 81 رقم 3 ونشاط صفحة 83. والآن لنقرأ ونحفظ نشيد بلاد العرب. إلى اللقاء يا صغاري، نلقاكم في درس آخر. إلى اللقاء.